الهلال كنا بانت ملامح الإرهاق في مباراته البارحة مع الشباب، رغم صعوبة الترتيب وفارق النقاط اللي هي 12 نقطة بين الأول والثاني، لكن البعض يرى أن الهلال مقبل على الأيام الصعبة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في سؤال بيطرح نفسه وإحنا بنتكلم على نادي الهلال السعودي ليه؟ لأن نادي الهلال يستحق أن أنت تتكلم وتشيد بأدائه اللي بيقدمه. الهلال هو اللي بيخليك تتكلم على نادي الهلال، الهلال هو اللي بيجبرك ان انت تقول شوف انجازات الهلال وشوف اداء الهلال في الفتره الحاليه او في الموسم اللي احنا فيه. يعني الهلال طبعا من زمن الزمن وهو بيحقق بطولات وعنده كره جميله ورائعه، والموسم ده عنده دافع اكبر وعنده طموحات اكتر، بيحقق رقم قياسي عالمي وبيكسر رقم القياسي العالمي، وبيتطلع ان هو يحقق كاس العالم للانديه 2024 ويحقق انجاز في 2025 وما هو بعد 2025. خلينا نخش وندخل في كلام قاله وليد الفراج او الكابتن او الاستاذ المعلق وليد الفراج في برنامج اكشن مع وليد عن ارهاق نادي الهلال بعد مباراه الشباب، وعن ان الهلال داخل على الايام الصعبه. لا، انا اختلف في حته الايام الصعبه دي، اختلف معاه. هو داخل على موسم الحصاد، موسم حصاد الانجازات والاداء والارقام القياسيه اللي حققها نادي الهلال. الهلال داخل على موسم حصاد البطولات بقى، انت في شهر 4 داخل على السوبر السعودي اولا، ثم كاس دوري ابطال اسيا والدوري السعودي. طبعا بنسبه 150% من وجهه نظري الهلال خلص الدوري. الناس اللي بتقول ان الهلال ما خلصش الدوري، الدوري خلص لفارق الامكانيات وفارق الاداء. تعالوا بقى نتكلم في نقطه الارهاق وخساره لاعب مهم زي الاسكندر متروفيتش، مهاجم وهداف نادي الهلال السعودي، ومين اللي هيبقى بديل مكانه وجيسوس هيفكر ازاي. دي نقطه مهمه جدا. الارهاق انا اتفق مع يعني مع وليد الفراج بشكل كبير جدا، ان اللعيبه او معظم لعيبه الهلال السعودي لعبت مع المنتخب السعودي ورجعت لعبت مع نادي الهلال في المباراه بتاعت الشباب، ولسه مباراه الحدود ودوري السوبر، والهلال هيعمل ايه مع النصر. وبالنسبه للنادي الهلال والنصر مباراه قمه، حتى لو مباراه وديه لازم يعملوا يلعبوها بكامل العدد، مش هيفرطوا فيها. يعني زي ما بقول لك كده، مباراة قمة بين الهلال والنصر القادمة في كأس السوبر. يعني في بعض الناس تقول لك إن الهلال يتنازل عن السوبر أو يبتعد لو المباراة لو البطولة ما فيهاش النصر، هقول لك ممكن كان الموضوع يحصل. لا، وده يحصل. وفي الفترة الزمنية اللي احنا فيها دي والمجهود اللي بيحصل ويعني ضغط المباريات اللي احنا كنا بنتمنى ان يبقى في تأجيل مباراة او اتنين لنادي الهلال عشان دوري ابطال اسيا، عشان عندك فريق سعودي بيمثلك في بطولة قارية هتوديك لكاس العالم اللي انت عايز تحقق فيه حاجة عشان نجاح المشروع ككل. طبعا الموضوع اترفض لتأجيل مباريات الهلال او اعادة للجدول القديم. يعني في مطالبات كانت اعادة الجدول القديم، يعني انت مش ما تأجليش، بس رجعني للجدول القديم اللي كنا عليه وبشكله القديم على الاقل، عشان ما يكونش عندي ضغوطات. لان الهلال هيروح يلعب العين الامارات ويرجع من العين الامارات وهو نازل من الطياره، هينزل على مباراه الاهلي السعودي، ودي مباراه قمه برضه. مباراه الاهلي السعودي والهلال اتفرج عليها مطحنه. طب هل الهلال ينفع يلعب بالصف الثاني ولا اللي يلعب بالصف الاولاني؟ لازم يبقى فيه تفكير بقى، لان موضوع يعني الانتصارات المتتاليه اللي الهلال حققه الاهم في الفتره القادمه، الاهم ما هو انت عندك شيء مهم وعندك الاهم. الاهم هو تحقيق دوري ابطال اسيا. تحقيق دوري ابطال اسيا ده الهدف الاول للمشاركه في كاس العالم للانديه وتحقيق كاس العالم للانديه. وزي ما احنا سمعنا تصريحات من ناس مهمة جدا يعني هلالية، ان هي قالت ان الهدف الاكبر عند نادي الهلال مش هو تحقيق دوري ابطال اسيا. الهدف الاكبر عند جمهور الهلال وادارة الهلال ان هو تحقيق كاس العالم للاندية، ان الهلال يبقى رقم واحد هو بيسعى ده. وزي ما اتكلمنا قبل كده في تصنيف اوبتا، تصنيف وفتة ده بقى لازم نرد عليه يا جماعه. لغايه دلوقتي انا عايزك تفعل هاشتاج الهلال رقم واحد،
لان الهلال يستحق ان يكون من افضل 5 انديه على مستوى العالم. لما تقول لي مان سيتي وريال مدريد حط بعدين مين؟ هيكون وراهم الهلال. انا من وجهه نظري ان الثلاثه دول يعني حط ليفربول عشان متصدر الدوري الانجليزي او ارسنال، يعني انا مش شايف، لان انت دلوقتي الدوريات الكبرى انحصرت دلوقتي، يعني الدوري الاسباني ما عادش الدوري الاسباني اللي احنا كنا بنتابعه ونشوفه، لان كان في ميسي ورونالدو مجموعه وكريم بنزيما، كان في مجموعه من اللعيبه وكان في مباريات قويه جدا. دلوقتي اللي شاغل العالم الدوري الانجليزي والدوري السعودي، او يمكن احنا عندنا في مصر الدوري الانجليزي والدوري السعودي. فانت لما تيجي تقول لي 44 الهلال 44، لازم نرد ولازم نفعل الهاشتاج، ولازم يعني جمهور الهلال بالاخص يفعل الهاشتاج. ان ما كانش الجمهور السعودي كله يفعل هاشتاج الهلال رقم واحد وتصنيف هاشتاج تصنيف اوبتا غير منصف، مين اللي هيفعله؟ مين اللي هيفعل الهاشتاج ده؟ والسوشيال ميديا يا جماعه والمواقع، وان انت بتشتغل على الانترنت ولا اي حاجه على اليوتيوب على التيك توك على اي حاجه، لازم تفعل الهاشتاج ومؤثر جدا. وتعالوا نشوف الفرق بعد 15 يوم بعد شهر ايه اللي هيحصل، تعالوا نشوف تقييم الشهر الجاي هيبقى ايه. في الوقت نفسه احنا بنتكلم الاهم عند نادي الهلال في الوقت اللي فيه ارهاق وخساره نجم كبير زي الاسكندر متروفيتش مهاجم وهداف نادي الهلال، يعني الموضوع يعني صعب شويه، لان انت مثلا في حاله الارهاق والاعداد البدني بتطلع من مباراه لمباراه، الاستشفاء هتعمله ازاي؟ استعدادك للمباراه الثانيه، انت مجرد ان انت في الفتره اللي جايه في المطحنه اللي انت هتدخل فيها، جيسوس معليه ان هو هيقول للعيبه تلعب 4-2-3 ولا 4-1-5 ولا 4، اللي هي شكل اللعب هتلعب ازاي؟ دي اللي المطحنه اللي هيدخل فيها جيسوس مع تفكيره مع نادي الهلال في المرحله اللي جايه. ان انت هتعمل تدريبات وتعمل وتحفيز الجمل اللي هي كانت متحفظه عند اللعيبه، في ضغط كبير جدا على نادي الهلال، ولازم الاداره او اتحاد الكوره السعودي يعني يكون في لفته كده عشان الهلال ما يخسرش دوري ابطال اسيا. موضوع صعب، العين الاماراتي فريق قوي، محدش فكر ان العين الاماراتي فريق سهل، لا ده عنده نجوم وعنده 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 وفريق قوي جدا. والهلال في المرحله دي احنا شايفين مباراة الشباب الهلال كان باين عليه الإرهاق زي ما بيتكلم وليد الفراج وزي ما كل الإعلام بيتكلم، إرهاق إرهاق يعني من من ضغط المباريات لازم يكون ليها حل. وإدارة الهلال الأولى في الأولى، إيه اللي عندي أولى؟ كأس السوبر ولا دوري أبطال آسيا؟ كأس الملك ولا دوري أبطال آسيا؟ الدوري السعودي بالنسبة لي أنا شايفه إنه خلص تمام، كل سنة وأنتم طيبين. فمعالجة الموضوع ده هيكون مع الإدارة ومع ديسوس المدير الفني، إن هو مثلا في مباريات يجب إن هو يلعب بالصف الثاني، حتة إن أنت تكمل في عدد الانتصارات المتتالية شيء جميل جدا، بس الأجمل إن أنت تحقق دوري أبطال آسيا. تمنياتي للهلال السعودي بكل التوفيق، وما تنساش تعمل اشتراك وتعمل لايك، وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم، وكل سنة وأنتم طيبين.